العيش الحر كان فيه فكرة ان احنا نتيحه. سيادة الرئيس وافق من حيث المبدأ، واحنا بنبص بقى في المنظومة، وبحيث ان احنا نستطيع ان نتيح العيش المدعم لغير لحاملي غير لغير حاملي حاملي البطاقات البطاقة. التمويلية بالتكلفة. وهو بيكلفنا النهاردة الغريب بيكلفنا جنيه 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 اللي هو بيتباع ب5 ساعات. احنا بنبيعه ب5 ساعة، يس مكلفة جنيه. جنيه 97.5 قرش. ده نتيجة ايه؟ نتيجة ارتفاع سعر القمح، نتيجة القمح والدولار والعمالة والغاز والسولار يعني احنا الحكومة بتدعم رغيف الخبز ب 95 قرش. يس. ولذلك دعم الخبز مدام لميس 51 سوري 91 مليار جنيه. الدعم التمويلي كله 36 مليار. لما تجمعيهم هم ال 127 مليار. ولو العيش طرحتوا 91. هتطرحوا بإيه؟ تطرحوا بجنيه، بجنيه ونص؟ تطرحوا إزاي؟ لا 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 بجنيه. بجنيه. أنا مش داخل أكسب. أنا داخل أتيحه للناس، نتيجته هو نفس التكلفة نفس كل حاجة نفس المخبز نفس الحاجة، بس هيبقى معاه كارت مدفوع مسبقا بيحطه برضه في المكنة وبياخد العيش بتاعه فبتخصم من حسابه جنيه. دي كانت تجربة مهمة الحقيقة، أتمنى إنها تطبق. أنا معرفش إن ليه إيه شاء اللي الله. لا 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 احنا جربناها بس تبرمناها على ليمتد مخابز، على مجموعة محدودة من المخابز، ولكن إن شاء الله يعني الحمد لله عرضت على فخامة الرئيس وفي حضور دولة رئيس الوزراء وقال لي من حيث المبدأ موافق. طب شوف يا علي واعملوا الموضوع ان اخر شاء الله، يعمل يعني بيسموها ايه قناة جديدة لتوفير الخبز بتكلفة. طبعا دي متخيل امتى مثلا سيادة الوزير ده ممكن يكون مطبق؟ ان شاء الله ان شاء الله يمكن على اوائل يناير اولي ربنا كويس حيانا. ان شاء الله.